تمام طيب الموضوع، فبالتالي انت عايز تغير لعيب فمش هتغيره وانت مستريح. أيوة. تمام، انما النهارده وانت كسبان لا تقدر تغيره وانت مستريح. يعني النهارده ممكن سافيو يلعب على طرف الملعب وتحط قفشه جوه، محدش هيقول لك انت بتعمل مظبوط كده ليه، مظبوط فاهم قصدي؟ محدش هيلومك، صح. لا انا كسبان، فطالما انا كسبان بره ملعبي تمام يبقى انا عندي النهارده كمدير فني بس كابتن جمهور الاهلي الاستاذ عمرو فاروق والمهندس خالد مرتجي بيشجعوا وبيحيوا جمهور النادي الاهلي العظيم برغم قلته، ولكن كان ليه صوت مسموع وسط المدرجات اه التونسيه. طبعا جمهور الاهلي في كل مكان، ودي لفته يعني محترمه جدا وطيبه جدا جدا من استاذ عمرو فاروق واستاذ خالد مرتجي، هو حاجه ده كنز جميله جدا. النادي الاهلي يا تقدير كابتن اه طبعا، بلال، جمهور النادي الاهلي هو الكنز. والتقدير منك برضو بيبقى جاي ده كابتن، يعني رئيس البعثه ونائب رئيس البعثه اعتقد الاثنين يعني موجودين بيحيوا الناس، والناس بتحب النادي الاهلي في كل مكان، جمهور الاهلي في صحيح كل مكان يعني صحيح متواجد في كل حته.